مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. وللحديث عن تداعيات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة عن نظام إعطاء الجرعات التنشيطية للقاحات فيروس كورونا، مع البدء في إرسال الرسائل الخاصة بموعد ومكان الجرعة الثالثة التنشيطية. ولمزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. في البداية صباح النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وحضرات تحياتنا ومشاهدي حضرتك الكرام، وكل سنه وحضراتكم ومصر والمصريين والعالم كله بألف خير يا رب. خليني اسال حضرتك في البدايه، يعني هل تم وضع نظام لاعطاء الجرعه الثالثه؟ ونتكلم كمان عن يعني هل لازم التطعيم بنفس الجرعتين اللي خدناهم في الاول، ولا ممكن يعني تكون جرعه مختلفه عنه؟ الحقيقه احنا من صباح يوم الجمعه اللي فات بدأت وزارة الصحة والسكان من خلال قاعدة بيانات منظومة اللقاح القومية في إرسال رسائل لكل من مضى على تلقيحه المكتمل 6 أشهر فصاعدا لدعوته لتلقي الجرعة التنشيطية المعززة. إحنا يمكن لحد دلوقتي بعثنا أكثر من 400,000 رسالة، وبدأ تحديد المواعيد لتلقي الجرعة الثالثة. يعني الجرعة الثالثة هي جرعة موصى بها بشدة، لأنه كل الدراسات العلمية والبحثية أثبتت أنها ترفع من درجة المناعة وتحفز الجهاز المناعي للتعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته. بالنسبة للسؤال حقيقي التاني، هل هي الجرعة الثالثة لازم تكون من نفس نوع اللقاح اللي خده في الجرعة الأولى والثانية ولا لا؟ الحقيقة ليس بالضرورة، لأنه أيضا الدراسات بتقول أنه سواء حصلنا على نفس النوع أو على لقاح مختلف عن النوع اللي خدناه، ده بيحقق نفس الغرض، وهو رفع درجة المناعة ومقاومة الجسم للفيروس ومتحوراته. نعم. هي طيب، هروح مع حضرتك يا دكتور للفئات اللي هيكون ليها الأولوية في أخذ الجرعة الثالثة المعززة. هل في فئات مخصصة، يعني كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة، ولا لأي حد فات 6 شهور على تلقي الجرعتين اللي خدهم قبل كده؟ الحقيقة احنا فتحنا الباب لكل من تلقى اللقاح من أي فئة عمرية. نعم. وبنوصي بيه لكل من تلقى اللقاح، لكن إذا كنا بنوصي بدرجة 100% لكل اللي تلقى اللقاح من الفئات العمرية الصغيرة اللي هي أو من الناس اللي ما عندهاش أمراض مزمنة، فإحنا بنوصي بيه كوزارة لأصحاب الأمراض المزمنة، للطواقم الأكثر عرضة للتأثر بالفرق الطبية الأكثر عرضة للتعامل مع المرض، بإن هم ياخدوه بنسبة 200 و300%، ونقول لهم الجرعة المعززة أمان لك ولأسرتك. نعم. طب دكتور، احنا وصلنا لذروة الموجة الرابعة، وهل من المتوقع يعني ان يكون في موجة خامسة؟ يعني احنا مش قادرين نقول قوي ان احنا وصلنا لذروة، لانه ما زالت ما عندناش انخفاض متكرر في فترة زمنية مستقرة للأعداد. احنا ما زلنا بنشهد صعود وانخفاض، لكن الحمد لله انه الصعود اللي عندنا هو صعود يكاد يكون ثابت. عندنا أمل أنه خلال الفترات القادمة يكون هو ده نهاية الصعود وبداية في النزول. أما أنه العالم كله دلوقتي حقيقة بيشهد ارتفاعات في معدلات الإصابة بسبب التحورات الجديدة، لكن اللي أنا عايز أقوله أنه دلوقتي نظرة العالم للتعامل مع الإصابات أصبحت مختلفة عن بداية اكتشاف الوباء. النهاردة العالم بيتعامل مع شيء مرتبط بشدة الإصابة والاحتياج لدخول المستشفيات. فيعني هو ده الهدف اللي احنا بنسعى له، انه لو لا قدر الله حتى بقى عندنا إصابات، تبقى الإصابات دي خفيفة لا تؤدي إلى مرض شديد أو احتياج إلى دخول مستشفى أو لا قدر الله إلى الوفاة. وده الآن بيتحقق من خلال التوسع في التلقيح اللي ما طعمش الطعم، واللي طعم ممفات عليه 6 شهور ياخد الجرعة. صحيح. طب دكتور، يعني هل التطعيمات واللقاحات الموجودة حاليا ليها تأثير على المتحورات الجديدة اللي ظهرت؟ يعني حتى هذه اللحظة خلينا نقول ما هو قطعي أنها فعالة.
تمام. ما يحتاج لسه إلى مزيد من الدراسة هو مدى فعاليتها، يعني هل الكفاءة اللي كان للقاح اللي كان كفاءته 95% هل بقى 90 ولا لا؟ لسه الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة، لكن قطعا اللقاحات والجرعة المعززة فعالة في تقليل شدة الإصابة، في تقليل معدلات الوفيات، في تقليل الاحتياج إلى دخول المستشفيات. تمام. طيب خلينا نروح ل يعني هل سيتم التوسع في تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما؟ احنا فتحنا الباب للتطعيم اللقاح من سن 12 ل 18. تمام. والنهارده عندنا تقريبا ما يقرب من 1,000,000 مسجل، ورقم يقرب من اكثر من 500,000 تلقوا اللقاح في الفئه العمريه من 12 الى 18 سنه. تمام. سؤال تاني يا دكتور بيجي على يعني اذهان الكثير، لو انا يعني جت ميعاد الجرعه الثانيه من التطعيم وما رحتش وراحت عليا، ايه اللي ممكن اعمله في التوقيت ده؟ احنا فاتحين الباب دلوقتي لمن تخلف عن تلقي اللقاح الجرعه الثانيه انه يمكنه ان يتلقى اللقاح بقطع النظر عن الفترة الزمنية، ولأن ده أفيد بكثير من أنك تاخد جرعة واحدة وبس. تمام. لو في دواعي سفر وحابة أن أنا يعني عايزة أسافر بسرعة ولازم أخد الجرعة الثانية، هل ده متاح أروح بسرعة يعني أي مكان أخد الجرعة الثانية بسهولة؟ متاح أنك تروح في أي أماكن من أماكن اللي بيسميها نقاط تلقي اللقاح، اللي موجودة في المترو، اللي موجودة في المولات. نعم. وكمان النهاردة التسجيل على الموقع بغرض السفر يعني هيك ما بتاخدش أكتر من يوم بالكثير 48 ساعة كحد أقصى، وبيجي لك رسالة يعني. نعم. فالأمور يعني النهاردة أصبحت أكثر يسرا، مراكز التطعيم أصبحت أكثر انتشارا، هناك كمان مراكز متحركة ومتنقلة، في نقاط موجودة في أماكن التجمعات، فأعتقد أن الذي لا يبادر باللقاح سواء بقى للسفر أو لدخول المصالح الحكومية وفي الأول وفي الأخير لتأمين صحته وصحة أسرته يبقى مقصر في حق نفسه الحقيقة. صحيح. يعني أثقلنا على حضرتك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور.